اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده هتبقى سمك ماكريل. كلنا عارفين الماكريل ممكن يكون سعره زاد شويه في السوق دلوقتي بما فيه من قيمه غذائيه عاليه جدا، والثقافه الطهويه والثقافه الغذائيه بتقول ان الماكريل غني باوميجا 3، يعني وداعا للزهايمر. هنعمله النهارده مع بعض مقلي بالصلصه، ومعانا سمك فيليه قشر بياض هنعمله بالكاري مع الرز. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه جديده وبسيطه. البتنجان حبيب القلوب هنعمله النهارده سلطه بالزبادي، طبق مقبلات لطيف وجميل. والبتنجان ابو قلب ابيض اللطيف الحلو ده هياخد زبادي وتوم وعصير ليمون وزيت زيتون، بالتاكيد هيروح في مكان تاني. انا مش عايز اطول حضراتكم لان حلقتي فيها تفاصيل كتير وفيها شويه خبره طهويه باكله سمك غير مكلفه، اذا كان السمك الماكريل او السمك الفيليه في متناول الجميع. هتسمحوا لي اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، افكار بسيطه وسهله ولكن تقدري تعملي طعم جديد. خلينا نطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ايه حكايه سمكه الماكريل. هل ممكن احنا ناكلها مشوي، ناكلها مقلي، ناكلها زيت وليمون زيها زي انواع بعض الاسماك؟ ممكن بس افضل طريقه لعمل سمك الماكريل انا شخصيا بحبه مقلي او مشوي رده. هو كده يا مقلي يا مشوي رده، ممكن يتشوي رده يا شيف. تعالوا نشوفوا مع بعض على الشاشه. ماكريل وده متوفر في السوق، سمكه بتيجي مستورده، بتيجي كراتين مجمده، بتتخزن، بتتباع في السوق، موجودة كلنا عارفينها. كان سعرها رخيص بس سعرها غلي دلوقتي. معانا طبعا توم، معانا صلصة، معانا كمان بقدونس ناعم وشبت ومعلقة من الطحينة ومعلقتين من الزبدة وزيت للتحمير. أما الصلصة طبعا طماطم مضروبة في الخلاط، وما ننساش طبعا واخدة توم واخدة زعتر. هي دي المقادير البسيطة السهلة، ولكن خلونا مع بعض ازاي نشوف هنعمله بطريقة جديدة. أول حاجة هاخد السمكة كده، وقبل ما اشتغل في السمك الماكريل متعودين من الشيف المغازي نعرف ازاي ان السمكة دي طازة ولا مش طازة بالملمس وبالشكل. بالملمس ادوس بصباعي عليها كده، علم صباعي تبقى السمكة دي طازة مش طازة. يعني اذا صباعي علم على السمكة تبقى معناها اللحم بتاعها ماير، دي رقم واحد. ماسكة نفسها زي ما انا ماسكها كده تعرف ان هي طازة وزي الفل، ما تلاقيهاش مدية شكل كفر او مدية مثلا شكل دائري. العلامة الثالثة في الماكريل المجمد بتبقى عينه حية بالشكل ده كده، السمكة بطنها نظيفة بالشكل ده كده اهو، حلو. فالسمكة دي طازة وزي الفل. انا هخلص من الراس بتاعتها، مش عايزها، حلو. انا مش بحب الراس بتاعة الماكريل، تبقى فيها شوية زفارة وملهاش عوزة من الاخر، لان السمك الماكريل في منصة الاتهام دايما بان هو زفر، وطبيعي ان الماكريل والتونه والسلمون بيبقى فيه شويه زفاره. شلنا الرز دي كده مش عايزينها، بلاها، ونشيل كل حاجه دي هنا مش عايزينها، ونشيل دي كده بقى نوسع لنفسنا كده. الماكريل جاهز. حلو قوي يا عم الشيف. كل اللي انا هعمله دلوقتي هاجي على السمكه كده من عند ظهرها، واخد السكينه كده لغايه لما احس ان السكينه ماشيه في السلسله. نفس القصه اهوت، اخدها بظهرها لغايه لما احس ان السكينه ماشيه في السلسله، وهكذا اهو. تاني كمان مره اهو، من عند الديل كده وانا ماشي اهو، السكينه ماشيه دلوقتي في السلسله اهو. هي دي الفتحه، دي مهمه جدا عشان التتبيله تخش جوه الانسجه بتاعه السمك اهو. حلوه اهو. تعالوا نتبل السمك ده بعد ما قطعناه بالشكل ده كده. حلو، خد دي كمان هنا معلش. توابلنا مع بعض كده واحده واحده اهو. تتبيله هنعملها مع بعض، والتتبيله دي مهمه جدا عشان السمك ده يتحمر. البهارات بتاعتنا والتوابل بتاعتنا، اذا كان كمون او كزبره زي ما انت حابه. خليها كده عشان مخرجنا عايزها تيجي مع بعض. حلو الكلام ونعمل التتبيله كده مع بعض. شوية بابريكا مع شوية كركم حلوين، كمون، كزبرة،
فلفل اسود وملح، كل دول مع بعض التوابل الناعمه. حابب احط شويه زعتر عشان الزفره. توم طازه يا عم الشيف، معلقه معجون طماطم، كل ده زي الفل. عصره ليمون ومعلقه نشا صغيره. الله عليك يا عم الشيف، كل دي توابل وكل دي خلطه علشان اقلي بها الماكريل ياخد فليفر وياخد طعم تاني. خلص الكلام، نقلب دول كلهم مع بعض. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ مع بعض خطوه خطوه. حطينا بابريكا، كمون، كزبره، ملح وفلفل، معلقه كركم، ثوم مضروب ناعم او مطحون ناعم، عصير ليمون، معلقه معجون طماطم، ومعلقه نشا. كل دول في التتبيله. واشيل كل حاجه كده ونجيب الصينيه بتاعتنا من الفرن. صينيه حطيناها في الفرن بتسخن جامد عشان عايزينها تسخن. يعني ايه سمك مقلي بالطشه؟ الصينيه في قلب النار زي الفل. بنحط زيت زيتون، اللهم صل على النبي. ادي زيت الزيتون شويه كده حلوين. بنحط على الزيت ده مكعبين من الزبده، حلو. بنحط شويه روزماري حلوين. ناخد السمك بتاعنا ده كده، الله، بالتتبيله دي كده جوه وبره. شفت ريحه الروزماري في قلب الزيت مع الزبده؟ وننزل بالسمك بتاعنا ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ نفس القصه، تتبيله نفس القصه، تتبيله السمكه خد الطعم، بات معايا في الشكل ده كده. شويه التوابل دول انا عايزهم، هننزل بهم هنا كده. طبعا معلقه النشا هنا بتديني قوام للصلصه، بتديني بهريس حلو. بسيب السمك في قلب الزيت يتحمر، لازم نار شديده. خلصنا الشغل، نظافه ايدك اول باول، البلانشه اللي انت شغاله عليها. السمك بالذات لازم فيه تغيير مباشره على طول ما بين سكينه وبين بلانشه عشان عمليه الزفاره. احنا شغالين في ماكريل وسمك ماكريل، يبقى نغير البلانشه والسكينه مباشره، ده الطبيعي عشان هنعمل سمك فيليه دلوقتي بالكاري. فطبعا طعم الكاري مع طعم السمك الماكريل اكيد بيختلف. هنخلي السمك يتحمر بالشكل ده كده على نار شديده اهو. هنعمل شوية صلصة دلوقتي للسمك ده كده عشان الصينية دي تخش الفرن وناكل الصلصة ونسيب السمك واحنا شغالين مع بعض. طاسة على النار، ركزي معايا عشان في خبرة طهوية هنا بقى. حلو الكلام. كل اللي أنا هعمله دلوقتي هاخد شوية بهريز من البهريز اللي نزل من السمك وزيت السمك اللي أنا بحمر فيه، بحطهم هنا. شويه دول انا عايزهم بس خلاص، وارجعها تاني للنار. ليه عملت كده يا شيف؟ عايز احمر التومه بتاعه الصلصه في قلب الزيت اللي نزل من السمك وانا شغال كده. ده المطبخ، دول كفايه قوي عايزهم. حلو قوي، هنحط هنا فص توم. بالشكل ده كده مع شويه روزماري حلوين. بعمل صلصة أنا للسمك الماكريل. شوية صلصة، شوية روزماري مع التوم وهو بيتحمر كده، مفيش طعم زفارة خالص للماكريل. وأنا شغال. التقليبة دي حلوة. عندي زعتر فريش أو يابس زي ده كده، عندي الفلفل الحلو ده كده، جوزك بيحب الحار حط ده في قلبيهم.
حلو قوي. ننزل بالصلصه بتاعتنا ده مع الماكريلا. نسيبهم على النار كده، تظبيط التوابل بتاعتنا، بنقلب السمك. بعد التقليبة الحلوة دي كده بنحط الصلصة دي عليه ويخش النار. معلقة النشا اللي أنا حاططها مع الماكريل هي اللي تدي قوام للصلصة دي بعد ما تخش النار وتتسبك. الله على الريحة. أنا حاطط الفلفل زي ما هو. الفلفل ده لما يستوي في قلب الصلصة بالتأكيد بيبقى له طعم تاني. تعال نقلب السمك ده مع بعض كده، نفس القصه كده. الله. ونفس القصه كده. الله. ونفس القصه كده. الله. كل حاجه تاخد مكانها. اللهم صل على النبي. السمك في قلب النار والصلصه في قلب النار يا عم الشيف. تعالوا نحط الصلصه عليه ونأمن على الفرن بتاعنا. درجة حرارة الفرن عندي تكون 180. خلصت الأكلة اللطيفة الحلوة. تعالي تشوفي تكلفتها المادية كام. كلام فاضي، ولكن الماكريل اللي قدرت أن أنا أقدمه للأولاد النهاردة والجوزي بطريقة جديدة. والأهم من كده العدل بتاع الأكلة دي شوية رز مصري مسلوين بالزيت، بلاش سمنة، رز مصري أو رز صيادية يفضل يعني. يلا بينا علشان إيه نحط الصلصة عليها بعد الغلوة الحلوة دي كده اهي. وانا شغال كده هو ده. ايه الحلاوة دي يا عم؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ هو ده هو ده. خلصت الاكلة، عملنا المكريل بطريقة جديدة. انا عارف ان الصورة مخرجنا متكيف منها، هسيبها كده بتغلى على النار. نفتح الفرن بتاعنا، الفلفل ده كده يتحط. الحاجات الحلوه دي تبقى حلوه على السفره مع شويه رز، تفتح الشهيه بدل طبق مخلل مش عارفين مصدره ايه، مش عارفين مكوناته ايه. السمك كده جاهز، درجه حراره الفرن عندي 180. هندخلها الفرن عشان ناخد بعضينا ونطلع الفاصل بتاعنا الصغير، ونرجع بعد كده نشوف ايه موضوع الكاري مع السمك الفيليه. مكانه هنا في الفرن. اللهم صل على النبي. تبص عليه نظرة الوداع، ماكريل بالصلصة بطريقة جديدة أو بالدمعة أو بالتخديعة، بهديل الصعيد الجميل والريف المصري الجميل. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. أخبار الماكريل إيه؟ لا وجب. طلعوا مع بعض عينيا. وسع للكبير وصل. الماكريل اللي هنا مكانه يستاهل. صينية سمك ماكريل عايزة شوية رز أبيض معمول بزيت ذرة وقلب الصغير لا يتحمل. الله. صينية بهديها للريف المصري والصعيد المصري. احنا المصريين نحب الماكريل ونحب نشكل فيه ونلون فيه وكل حاجة حلوة. خلص الماكريل، معايا مخرج شاطر مدلعها اخر دلع. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نحط عليها كده شوية ايه بالزوم الشيه. هو ده هو ده. خدرها عشان ربنا يخدر ايامك. حلو الكلام. مطبخنا النهاردة على شاشة القناة الاولى. في تفاصيل؟ في تفاصيل، والتفاصيل تفاصيل صغيرة بتكلفة مالية قليلة. عملنا صينية ماكريل بهديها للريف المصري والصعيد المصري. حبايبنا اللي بيحبوا السمك الماكريل، أنا بعشقه، أكلتي المفضلة. كل أم بتسمعني، كل حد بيسمعني، دي أكلتي المفضلة. عملت شوية رز بالكاري بطريقة جديدة. السمك الفيليه بتاعنا باين، ممكن فيليه قشر بياض، فيليه بولتي، خير مزارعنا، ده كله موجود مفيش مشكلة. ولكن اللي عاجبني أول بتنجان، هو ده الموضوع، عايز شوية العيش وبألف هنا وشفا. رؤية فن. في فن،
في خبرة طاوية، في إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.